السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو الأول البارتي 1 ديال سلسلة شروحات المادة ديال الكونتابيليتي أناليتيك الخاصة بالسيمستر 3. في هذا الفيديو الأول إن شاء الله أنا أعطيكم واحد لانتروديكسيون ديال الكور ديال الكونتابيليتي أناليتيك باش تعرفوا هذا الكونتابيليتي أناليتيك علاش كتهضر وشنو هو لوبجيكتيف منها وشنو هو لا ديفيرونس، ولا ندير واحد لا كومباريزون بين لا كونتابيليتي اناليتيك اي لا كونتابيليتي جينيرال اللي ديجا قريتوها في العام الاول ديالكم في السيمستر 1 والسيمستر 2. اول حاجه نبداو بالديفينيسيون ديال لا كونتابيليتي اناليتيك. بالنسبه لا كونتابيليتي اناليتيك كتسمى ايضا لا كونتابيليتي ديكو. علاش كنسميو لي كونتابيليتي ديكو؟ لان كنحسبو فيها لي ديفيرون كو لي كدير لونتربريز. دونك بالنسبه لا كونتابيليتي اناليتيك كنسموها سي ا او، يعني لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. علاش؟ لان في لا كونتابيليتي اناليتيك كنخدمو غير ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز. راه ديجا شفتو في السيمستر 1 من قريتو لا كونطابيليتي جينيرال اللي قريتوها عرفتوا شنو هو ليكسبلواتاسيون. يعني ليكسبلواتاسيون هو لاكتيفيتي ابيسيال ولا لاكتيفيتي برينسيبال ولا نورمال ولا كون ديال واحد لونتربريز. يعني مثلا واحد لونتربريز اندستريال اللي كتنتج واحد لو برودوي، شنو هي ليكسبلواتاسيون ديال ليكسبلواتاسيون؟ هي لا برودكسيون ديال هاد لا برودوي هذا. باغ اكزومبل واحد لونتربريز اللي هي كوميرسيال اللي كوميرسياليزي فواحد المارشانديز باغ اكزومبل، شنو هو لاكتيفيتي برينسيبال ديالها ولا ليكسبلواتاسيون ديالها؟ هي لا كوميرسياليزاسيون، سيتادير لاشا والفونت ديال هاد المارشانديز هذا. داكشي علاش كنقولوا بان لا كونتابيليتي اناليتيكسبلواتاسيون، يعني كتهم غير الجانب ديكسبلواتاسيون. في لا كونتابيليتي اناليتيك راه ما كنشوفوش مثلا لو نيفو فينونسيي ولا لو نيفو نون كورون ولا اكسيبسيون ولا اكسيتيرا، نو كنشوفو غير لو نيفو ديكسبلواتاسيون. هادشي اللي كنشوفو في لا كونتابيليتي اناليتيك، دونك كنسموها لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. دونك لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون est un système de traitement des données. يعني هو واحد سيستم. دونك لا كونطابيليتي ان ديكسبلواتاسيون هي واحد لو تكنيك، بحال لا كونطابيليتي جينيرال اي تين تكنيك دي تريتمون دو دوني. يعني كيعطونا واحد المعطيات كنديرهم لي تريتمون ديالهم، كنديرهم المعالجه ديالهم، يعني كنديرهم في دي طابلو بحال الشكل ديال لا كونطابيليتي جينيرال. كيعطونا دي زوبيراسيون، كيعطونا دي دوني، كيعطونا باغ اكزومبل دي كونط اكسيتيرا، وكندير لهم لو تريتمون ديالو. يعني كنديرو في ديك لي طابلو اللي شفنا لي دوكيمون بحال لو بيلون بحال لو سي بي سي اكسيتيرا. دونك لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون ايت ان سيستيم دو تريتمون دي دوني، سي ان اوتيل دو جيستيون. دونك لا كونطابيليتي اناليتيك هي واحد لوتيل دو جيستيون، يعني كتساعدنا باش نديرو لا جيستيون ديال لونتربريز. دونك اي سي ان اوتيل دو جيستيون ديستيني à suivre et à examiner les flux internes de l'entreprise. Yani, la comptabilité analytique, les flux les kanxdemoubihom, les flux les kentbeuhom, les flux les kentbeuhom à les flux internes. Yani, kanchoufou khir flous dial l'entreprise. يعني ما كنشوفوش العلاقه ديال، ما كنشوفوش لونفيرونمون اكسترن ديال لونتربريز، كنشوفو غير داكشي اللي كيوقع لينا وسط لونتربريز. يعني كنشوفو غير هادوك لي فلي انترن، يعني ديبلاسمون ولا لي موفمون باغ اكزومبل ديال لي برودوي ولا ديال لي باغ اكزومبل لي فلي فيزيك باغ اكزومبل اللي كيكونوا او سان دو لونتربريز. دونك في لا كونتابيليتي اناليتيك كنشوفو غير لي فلي انترن، يعني كنشوفو غير وسط ديال لونتربريز، ما كيهمناش العلاقه مع الخارج، ما كيهمنيش انايا واش شريت هاد البرودوي هذا، واش شريتو اكريدي ولا شريتو بيت باغ شيك بونكار ولا تسلفت مع البنكه بلا بونك، ما كيهمنيش راه شحال هاد الكليان واش غيخلصني ولا ما كيخلصنيش، ما كيهمنيش العلاقه مع لو فورنيسور، ما كيهمنيش العلاقه مع ليطا، ما كيهمنيش ليكستيرن ديال لونتربريز. اللي مهم عندي هو لانتيغيور ديال لونتربريز، يعني كنشوفو الانتيغيور. يعني باغ اكزومبل قلنا في لا كونتابيليتي اناليتيك
اللي كتسمى لا كونتابيلتي كو ولا لا كونتابيلتي اندستريال، لان كنشوفوا طريقه باش كنديروا لا برودكسيون ديال واحد لو برودوي. باغ اكزومبل هنا بغينا نشوفوا كيفاش كينتج واحد لو برودوي، يعني لي كو اللي كيطلع لي واحد لو برودوي. هادوك لي كو كنشوفوا دوك المراحل اللي كيتزمنها هاد لو برودوي في الانتيريو ديال لونتربريز، اللي كنشوفوا اللي في الانتر. هاني شريت باغ اكزومبل لي ماتيغ بروميير، هاد لي ماتيغ بروميير دخلت لي ستوك، من بعد ما تستوكات مشات لاتولي ديال لا فابريكاسيون، من بعد مشات لاتولي ديال فابريكاسيون تفابريكات تحولت مثلا لو برودوي فيني. هذاك لو برودوي فيني ابري غادي يمشي للستوك، وابري غادي يخرج يتبع. دونك هادو هما لي فلي انتر، يعني كنتبع الديبلاسمون ولا الموفمون ديال اللي كيدير هاد لو برودوي هذا باش تنتج. دونك قلنا est un outil de gestion destiné à suivre et à examiner les flux internes de l'entreprise afin de fournir aux dirigeants les informations nécessaires à la prise de décision. Yani had la comptabilité analytique d'exploitation li kandirou fiha le traitement des données, yani li kan examiner fiha ou kan suivre fiha les flux internes de l'entreprise, yani les marahil li kidjou menha واحد لو برودوي باش ننتجوه، واحد الماغشونديز باش نبيعوه. يعني هنا هادشي كيساعدني اننا كديريجون ديال لونتربريز نعرفوا معلومات اللي غادي تساعدنا على لا بريز دو ديسيزيون. باغ اكزومبل قلنا حنايا كنشوفوا نتبعوا المراحل اللي كيتزمنا واحد البرودوي باش يتنتج ويتباع، يعني كنحسبوا لي كو ديالو. دونك هنايا الا كانت واحد لو ريزلت اللي هي نيجاتيف كنقدر نعرف فين كاين المشكل. باغ اكزومبل المشكل راه كاين في لي ماتيغ بروميير اللي كيتقامو علينا بواحد التكلفه كبيره، الكود اشا ديال الماتيغ بروميير كبير. نقدر نقول باغ اكزومبل هذيك لا فابريكاسيون مثلا لي مان دوفر اللي كنخلصوهم هما اللي كيطلعوا لنا بزاف، هما اللي كيطلعوا التكاليف علينا اكسيتيرا. دونك هاد لا كونطابيلتي اناليتيك راه كتساعدنا في لا بريز دو ديسيزيون دون لونتربريز. Je vous débat les caractéristiques de la comptabilité analytique d'exploitation. Moi, je vais mise à la comptabilité analytique. La comptabilité analytique d'exploitation peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La comptabilité analytique peut être mensuelle, trimestrielle, يعني هادوك لي دوني اللي كنخدمو بهم، دوك لي تريتمون ديال لي دوني كنخدمو على لي دوني ديال الشهر، يعني كدار مره في الشهر. تقدر تكون تريمستريال، يعني مره في التريمستر، والتريمستر هي ربعه ديال الشهور. دونك تريمستريال مره في 3 شهور، ولا سيمستريال مره كل 6 شهور، ولا انيال يعني مره كل. دونك هادي هي لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. Par contre, la comptabilité générale, la comptabilité générale, elle est annuelle. Il y a donc l'état de synthèse, les candidats, le bilan CPC, qui déroulent la fin de l'exercice. Donc, la comptabilité d'analytique d'exploitation est facultative et volontaire, mais essentielle pour la bonne gestion de l'entreprise. يعني لا كونطابيلتي اناليتيك راهي غير فاكولتاتيف، يعني غير شي حاجه ثانويه، ماشي مفروض عليك كأنتربريز انك دير لا كونطابيلتي اناليتيك، يعني غير فاكولتاتيف، يعني بغيتي ديرها ديرها، ما بغيتيش ديرها اي فولونتير، يعني داكشي ارادي ماشي اوبليغاتوار، فولونتير. يعني الشركه بغات دير اللي بغات تخدم بليك كونطا اناليتيك تخدم بها، اللي ما بغاتش راه ماشي مفروض عليها ديرها، ماشي بحال الكونطا جينيرال. الكونطا جينيرال راه اوبليغاتوار باغ لا لوا. دونك مي هي اسونسييل بور لا بون جيستيون، يعني باش ندير واحد لا جيستيون تكون مزيانه ونعرفوا لي فيبليس ولي فورس ديالنا بالنسبه لواحد لونتربريز، سيغتو لي زونتربريز اندستريال، راه مزيان نخدموا لا كونطابيليتي اناليتيك لان تساعدنا على لا بريز دو ديسيزيون. دونك لا كونطابيليتي اناليتيك اكسبلوطاسيون ديتيرمين دي ريزلتا ديتاي باغ برودوي، يعني ان الكونطا اناليتيك تعطيني واحد الريزلتا اللي هي ديتاي، يعني الريزلتا اناليتيك راه كتكون ريزلتا ديتاي، يعني ريزلتا ديال برودوي واحد. مثلا واحد لونتربريز كتنتج مجموعه من لي برودوي، الا جينا خدمنا بالكونتا جينيرال، الكونتا جينيرال كتعطيني ريزلتا جلوبال، يعني انا ما كنعرفش انا كنحسبوا الريزلتا برودوي مو لي شارج، كتعطيني ريزلتا جلوبال داخل فيها كلشي، داخل فيها النيفو ديكسبلوطاسيون، النيفو فينونسيير، النيفو كور نون كور اكسيتا، النيفو كلشي داخل فيها.
Par contre, on a la comptabilité analytique. راك تعطيني واحد الريزلتا بار برودوي، يعني كنعرف هذاك البرودوي واش خاسر خسرت منه ولا ربحت منه. دونك هذه هي كتعطيني واحد الريزلتا ديتايي. بالنسبه لي ستوك، لي ستوك دون لا كونتابيليتي اناليتيك اكسبلوطاسيون بوف اتر كوني ان امبورت كيل مومون. دابا هذاك ستوك نقدر نعرف الفالور ديال ستوك في اي وقت، شحال في ستوك نقدر نعرفه في اي وقت غراس ا لا ميثود دانفونتير بيرمانون. كنا واحد لا ميثود غنشوفها ان شاء الله، مي نديرو لا ريغشي دي ستوك، غنشوفو كيفاش كنخدمو لي ستوك، لا جيستيون دي ستوك. كنا واحد لا ميثود سميتها لا ميثود دانفونتير بيرمانون، بلي كاتر ميثود اللي فيها باغ اكزومبل لوك ميب فان بيريود، لوك ميب ابخي شاك اونتخي، الفيفو اللي فو. دونك هاد لي ميثود هادو لي تسمو لانفونتير بيرمانون، عن طريق هاد لي ميثود هادو كنعرف القيمة ديال ستوك في أي وقت بغيت. باغ كونطخ أنا لو كونطابل جينيرال لي ستوك كتعرفو غير في الآخر د العام باغ لي طرافو دونفونتير، غير شي شتو في الإس دو من درتو لا ريغيلاريزاسيون دي ستوك فاش درتوهم. دونك هادو هما لي كاركتيريستيك ديال لا كونطابيليتي أناليتيك. دونك غنشوفو دابا لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي أناليتيك إكسبلوطاسيون. أول حاجة كالكيلي لي ديفيرون كو دي فونكسيون دو لونتربريز، يعني عن طريق بفضل ديال غراس ا لا كونطابيليتي اناليتيك كنقدروا نحسبوا لي ديفيرون كو ديال لي فونكسيون دو لونتربريز. ها لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، لو كو دو روفيان، يعني كنحسب لي ديفيرون كو ديال اللي كدير لونتربريز في النشاط الاساسي ديالها في الاكسبلواتاسيون، لان قلنا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. كنديرو لا جيستيون دي ستوك، يعني كنعرف ان امبورت كيل مومون لا فالور دي ستوك عن طريق باغ لا ميثود دو لانفونتير بيرمانون. كنكالكيلي لو ريزلتا باغ برودوي، يعني كتعطيني واحد الريزلتا اللي هي ديطاي باغ برودوي، يعني باش تساعدني على لا بريسيسيون. كنديرو ليكسبليكاسيون ديال لي ريزلتا، يعني عن طريق هاد لا كونتابيليتي اناليتيك كنقدر انني انتربريتي ون اكسبليكي علاش هاد الريزلتا مثلا بارت، علاش هاد الريزلتا فيها بينيفيس، علاش باغ اكزومبل هاد لو برودوي كيدخل واحد لو بروفي كثر من هذا، يعني كان اكسبليكي هاد لي ريزلتا هادي. اوسي كتساعدنا بلا بريز دو ديسيزيون، لان ملي كنخدم لا كونطابيليتي اناليتيك كنحسب لي ديفيرون كو ديال لونتربريز، كنعرفو شنو هما كل كو التكاليف اللي كدير لونتربريز تنتج لي برودوي ديالها. هنايا كنقدروا نعرفوا لي فورس و لي فيبليس ديال لونتربريز، ها فين القوه ديالنا، ها فين نقطه الضعف ديالنا. دونك كتساعدنا في لا بريز دو ديسيزيون. دابا هنايا عندي لكم واحد الغابيل ديال لا كونطابيليتي جينيرال. حنا كنا كنعرفوا لا كونطابيليتي جينيرال، راه ديجا قريتوها كونطابيليتي جينيرال. لا كونطابيليتي جينيرال كونسيدير لونتربريز دون سون انسومبل et décrit ses relations avec son environnement externe sans prendre en considération les flux internes. La comptabilité générale, t'attabre à l'entreprise, il y a un ensemble. T'attabre à l'entreprise, c'est l'ensemble d'elle, en effet, avec l'environnement d'elle. La comptabilité générale, là, quand je fous les différents tiers d'elle, là, dans la caméra, les différents tiers ou les différents. Par exemple, les différents agents économiques, les gens qui ont l'entreprise, quand je fais le consommateur, les clients, les clients, quand je fais l'État, quand je fais les banques, les institutions financières, quand je fais le reste du monde, quand je fais tous les agents, quand je fais un peu bien. Donc, la comptabilité générale considère l'entreprise dans son ensemble et décrit ses relations avec son environnement externe. La comptabilité générale, alors quand je fais l'alaqa avec l'environnement externe, il y a une raison que je fais le comptable général, je fais par exemple vente de marchandises à crédit. Je fais le vente de marchandises, alors qu'il y a une relation avec l'environnement externe. Je connais pas l'environnement externe. Oui, c'est le client qui vient de lui. C'est le client qui vient de lui. Qu'est-ce que c'est? C'est un agent externe. Je ne sais pas si c'est l'entreprise. C'est un bras. Donc c'est un flic اكسترن، يعني هذيك المارشانديز اللي خرجت من لونتربريز راه مشات على برا ديال لونتربريز. دونك سي ان فلي اكسترن، يعني كاين واحد لو موفمون اللي هو واحد ديبلاسمون ديال المارشانديز اللي هو فيغ ليكسترن ديال لونفيرونمون اكسترن. مي كنقول باغ اكزومبل اكريدي، اكريدي راه كندخل لا بونك، لا بونك سي ان انفيرونمون اكسترن، سي ان اجون اللي هو اكسترن، سي ان انستيسيون فينونسيير. دونك يعني ان هاد لا كونطابيليتي جينيرال كتكونسيديري لونتربريز دون سون انسومبل وحتى في لونفيرونمون ديالها. دونك
sans prendre en considération les flux internes. Je ne sais pas si les flux internes sont comptables général. Le comptable général, je ne sais pas si les flux internes sont comptables général. Je ne sais pas si les flux internes sont comptables général. Je ne sais pas si les flux internes sont comptables général. Je ne sais pas si les flux internes sont comptables général. Je ne sais pas si les flux externes sont comptables général. Achat de marchandises à crédit, règlement des salaires, paiement de factures d'électricité, etc. Il n'y a que si sont des flux externes. Donc, la comptabilité générale est obligatoire et annuelle. Comptabilité générale, ramfroda à la entreprise ou à la société à n'adir la comptabilité générale. Alors, c'est ramfroda. Inch'Allah, c'est de faire le droit commercial semestre 4. À tu fous, à faire le droit de société, à tu fous, mais les obligations d'y had اللي واللي بغى تكون عنده لا كاليتي دو كوميرس يعني باش ياسس واحد لونتربريز ولا سوسيتي خاصو يكون لا توني دو لا كونطابيليتي واش من كونطابيليتي لا كونطابيليتي جينيرال يعني اوبليجي عليه انه يدير لا كونطابيليتي جينيرال دونك اي انيال انيال يعني سنويه يعني هذوك لي طات سانتيز اللي كنديروا في لا كونطابيليتي جينيرال باغ اكزومبل لو بيلون ولا سي بي سي اللي كيكون في الاخر العام مره في العام يعني سي تان كونطابيليتي جينيرال اللي هي annuel. La comptabilité générale, elle nous détermine les valeurs de stock qu'à la fin de l'année. Avec le stock, les gagnants de la comptabilité annuelle, par la méthode d'inventaire permanent, la comptabilité générale qui est de mon reflet, par la régularisation des stocks, à la chirurgie du semestre 2. Donc, en tant la méthode d'inventaire, c'est permanent. La méthode d'inventaire, je sais permanent, la méthode d'inventaire et les travaux de fin d'inventaire. Mais c'est permanent. Inventaire permanent, c'est la comptabilité analytique. Mais la méthode d'inventaire, c'est la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale détermine des résultats globaux. La comptabilité générale, c'est la comptabilité résultats globaux. Par exemple, nous avons fait le bilan de clôture, le bilan de fin de l'exercice. Quelqu'un a un déséquilibre entre l'actif et le passif. Donc, on a le résultat. Avec le résultat, c'est positif, c'est négatif. Voilà le résultat. C'est un résultat global. Mais on a fait le résultat de DLS. Voilà le résultat. Par exemple, on a dit le produit, on a dit le produit, le résultat. Maintenant, les معاملات ديالنا مع لي كليون ولا مع لي فورنيسور ولا مع لي بنك ولا شي الله يعلم داكشي ريزلتا جلوبال داخل فيها كلشي aussi maintenant le CPC c'est quand c'est pas le résultat dès que le résultat est résolu mais on ne sait pas le résultat d'exploitation ou la financer ou la non courant ou la dire le produit ou la dire le produit ou la recherche externe ou la dire la vente de marchandises ou la on ne sait pas il y a dans le tout ça donc c'est un résultat global donc on a dit لكم واحد tableau de la comparaison entre la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité générale donc اول حاجه نبداو la périodicité. La périodicité, يعني هذاك الوقت اللي فاش كنديروا هاد الكونطابيليتي انديك كونطا جينيرال بالنسبه للكونطابيليتي انديك قلنا كدير واحد لا بريزونطاسيون ديال لي دوني اللي كتكون مونسييل تريميستريال مثلا سيمستريال انيال سويفون لو بيزوان ديال اكسبلواتاسيون ديال لونتربريز هذا سبب الحاجه ديال لونتربريز تقدر دير مونسييل تقدر دير سيمستريال تقدر تريميستريال تقدر دير انيال باغ كونطخ ان لا كونطابيليتي جينيرال كدير دي بريزونطاسيون دي دوني انيال راه شفناها راه خصها تكون انيال مره في العام دابا لا نيسيسيتي لا كونطابيليتي اناليتيك هي فاكولتاتيف اي فولونتير مي اسونسييل بور لا بون جيستيون يعني هي كتكون اما فاكولتاتيف ولا فولونتير يعني ماشي مفروض عليك انك ديرها باغ كونطخ ان لا نيسيسيتي ديال لا كونطا جينيرال Il répond à des obligations légales, fiscales, au regard de la loi, c'est obligatoire. Maintenant, la comptabilité générale est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obligations, des wajibat avec une entreprise, qui sont légales, fiscales, qui sont obligées de la comptabilité générale. Maintenant, on a un exemple, maintenant, dans le cas de la TVA, la déclaration de la TVA. Déclaration de la TVA, elle est comparable au compte général. Il y a des gens qui ont le compte général, mais on ne sait pas شحال ديال التافيا اللي خصك تخلص الدوله في الاخر ديال هذيك لا بيريود اللي كتخدم سواء كيفاش كما كتخدم دونك هادي علاش كنقولوا ان لو كونط جينيرال اي اوبليكاتوار باغ كونط ان الكونطابيلتي اما التكرا ما فيها لا تافيا ما فيها والو داكشي فاكولتاتيف داكشي يعني ماشي مفروض عليك ان ديرها كا اونتربريز دابا بريزونطاسيون دي دوكيمون لي دوكيمون نو سون با نورماليزي في الكونطاج اناليتيك راه ما كاينش شي دوكيمون
ولا شي مثلا شي بلان ولا شي حاجه اللي كتفرض علينا كيفاش غنخدموا هاد لا كونطابيلتي اناليتيك. ما كاينش شي نورماليزاسيون. بار كونتر انا لا كونطابيل جينيرال لي دوني سون بريزونتي سويف ان ان نومنكلاتور نورماليزي اي ان ريسبير دو ريغل دو لا سي جي ان سي. يعني هذاك الكود جينيرال نورماليزي كونطابل هنا هذا هو اللي كينظم الكونط جينيرال. بار كونتر انا الكونط اناليتيك ما كاينش شي حاجه نورماليزي اللي خصك تبعها في لا كونطابيلتي اناليتيك. بالنسبه للوريزون، الوريزون ملي كنخدم لا كونطابيلتي اناليتيك راه كنشوفو لو بريزون اي لي فيتور. بار كونتر انا لا كونطاب جينيرال كنخدمو بلي باسي، يعني لي دوني دي باسي اشا دو مارشانديز. هادي ملي كندير دابا لو طرافو دونفونتير راه كندير داكشي لي دوني قدام كنخدم بهم. يعني حتى لوريزون ديالي داكشي اللي كنفكر فيه كنفكر في الماضي. بار كونتر انا لا كونطابيلتي اناليتيك كنشوفو الحاضر وكنشوفو حتى المستقبل. دابا الكلاسمون دي شارج في لا كونطابيلتي اناليتيك، الكلاسمون دي شارج هذا كيكون مثلا اشا برودكسيون ديستريبيسيون اكسيتيرا. بار كونتر انا في لا كونطابيل جينيرال شنا ديجا كيكون بار ناتور اكسبلواتاسيون فينونسيير. دونك دابا لوبجيكتيف اوبيراسيونيل، بالنسبه لوبجيكتيف اوبيراسيونيل ديال لا كونطابيلتي اناليتيك اي ديكلاري لا بريز دو ديسيزيون دو لونتربريز، يعني كتساعدنا في لا بريز دو ديسيزيون. بالنسبه لا كونطابيلتي جينيرال فيز لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دي بارتنير دو لونتربريز لي فورنيسور لي اكسيونير لي لا بانك اكسيتيرا. دونك لا كونطابيل جينيرال شنو هو هاد لوبجيكتيف اوبيراسيونيل ديالها اللي هو لكن داك اللي هو تطبيقي اكسيتيرا اوبيراسيونيل، هو اننا نساتيسفير لو بوزوان ديال لي بارتنير. يعني الفورنيسور هما لي ديت لي كريونس باغ اكزومبل لي ديفيدون ديال لي اكسيونير les intérêts de la banque, les impôts de l'État. Yani, on a besoin de satisfaire les besoins de tout l'agent ou de tout partenaire dans l'entreprise. J'espère que vous avez compris l'introduction du cours de la comptabilité analytique. اللي حاولت نعطيكم فيه دي زيد غير باش تعرفوا شنو هي لا كونطابيلتي اناليتيك، غير واحد التلميح ليها تمهيد ليها. ان شاء الله في الفيديوهات المقبله غنبدا ندخل لكم في الكور وباش تفهموا كل حاجه بحدها، وكل حاجه نعطيها وقتها. يعني كل بارتي في الكور نعطيها وقتها بشويه علينا وغادي تفهمها ان شاء الله. والمهم ديالنا الهدف ديالنا انه ما يجي وصل لي زيكزام ان شاء الله في لو موا 12 ولا ديبي ديال لو موا جانفي ديال العام الجاي ان شاء الله، تكونوا فهمتوا مزيان وخدمتوا مجموعه من التمارين في لا كونطابيلتي اناليتيك. وانا ان شاء الله كيف ما خدمت معكم في السيمستر 1 في السيمستر 2 في السيمستر 4 اكسيتيرا، غنخدم لكم نفس الطريقه ان شاء الله في السيمستر 4 السيمستر 3. وغندير ديك اكسبليكاسيون ديال لي كور بارتي بارتي افيك دي زابليكاسيون وان شاء الله دي زيكزيرسيس وان شاء الله دي زيكزام. ونتمنى لكم انكم فهمتوا هذا التقديم هذا. ان شاء الله في الفيديو المقبل غندخل لكم الكور غنشوفوا لو بلون دو كور كل بارتي شنو غنقراو فيهم دوبل بارتي 1 شابتر 1 ديال هاد الدرس ديال لا كونطابيلتي اناليتيك اكسبلواتاسيون. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميس. ما تنساوش انكم تابونا في لاشين باش تصلكم ديما الجديد، والاصدقاء ديالكم سواء الطلبه الجدد ديال السيمستر 1 ولا الطلبه اللي في 3 ولا اس 5 اعطوهم هاد لاشين ديالي حتى هما باش يستافدوا منها. والى اللقاء في القادم باذن الله تعالى.